بسم الله. فيديو جديد النهارده معانا. فيديو النهارده بنعلن فيه عن توفر دي دي ار 3 دي دي ار 4 تيستر لفنيين سنه اجهزه البي سي. التسترات دي توفرت بقى فتره في الاسواق، بس معلش الفيديو ده جه متاخر شويه. زي ما وفرنا دي دي ار 3 دي دي ار 4 تيستر، بفضل الله كانت تسترات حصريه لفنيين سنه اجهزه اللابتوب، وعدنا ان احنا هنوفر نفس التسترات بنفس المميزات الحصريه لفنيين سنه اجهزه البي سي. وقد كان ده شكل دي دي ار 3 تيستر للبي سي، نفس المميزات اللي موجودة في تسترات أجهزة اللابتوب هي اللي موجودة في تسترات أجهزة البي سي. الاختلاف الوحيد بس في تستر الدي دي ار 4 انه طالع منه كيبل. الكيبل ده ستاندرد بتاع الفان، هياخد الباور سورس بتاعه من الفان كونكتور. ليه عملنا كده؟ الاصدار اللي فات في يعني في بعض الاصدارات احنا بننزلها قبل ما ننزلها للسوق، بننزلها ورش. الورش دي بتكون يعني ورش فنيين احترافيين للمجال اللي احنا بنعمل فيه منتج، تمام كده؟ فبناخد فيدباك وبنعدل وبنطور فيه المنتج قبل ما ننزل السوق. دي دي ار 4 البرد بتاع دي دي ار 4 كتير جدا قالوا لنا اللي فيه مشاكل بتيجي في الفي دي دي اس بي دي فولت، وده الفولت اللي بيشغل التستر. المشاكل دي ما بتحصلش في الدي دي ار 3، عشان كده احنا ركبنا كيبل اكسترنال ياخد باور للتستر من الفانه في دي دي ار 4، تمام كده؟ فطبعا يعني في اوبشن في الديزاين اللي احنا نلغي الكيبل ده ويشتغل عادي من الفي دي دي اس بي دي، ولكن هو اوبشن زياده يعني للناس، بحيث لما يجي لك بورده فيها مشكله في الفي دي دي اس بي دي فولت يشتغل برده معاك التستر وتشيك على باقي الفولتيات، تمام كده؟ فده الاختلاف الوحيد. ولكن دي دي ار 3 ودي دي ار 4 للبي سي هو نفس الاوبشن ونفس الامكانيات ونفس الحصريات اللي موجوده في تسترات اللابتوب، عشان انا برضو مش عايز الفيديو ده يطول، تمام؟ انا نزلت على فكره فيديو للدي دي ار 3 تيستر بتاع البي سي، ولكن عملت له ان ليستد لان القناه خاصه ب متخصصه يعني في صيانه اجهزه اللابتوب بس، ولكن نزلت الفيديو على الصفحه بتاعه الفيسبوك ممكن تشوفوه بشكل كامل يعني، تمام؟ ده الكيبل هو ستاندرد، هياخد 5 فولت بتاعه الفانه شغل بقى التيستر. ممكن نلغي الكيبل ده عادي، ولكن يعني الفيدباك اللي جالنا كان الافضل ان احنا نركب الكيبل ده، تمام؟ وده الجامبر اللي بنلغي بيه الكيبل، تمام؟ طيب خلينا نجيب بورده كده ونجرب على التستر. برضو اللي مش عنده خلفيه عن التسترات دي هديله بس نبذه سريعه، ولكن مش هتكلم في تفاصيل لان اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده. ممكن تشوفوا التسترات او شروحات التسترات الخاصه باللابتوب وبتاعه البي سي برضه دي دي ار 3، تمام؟ ده شكل التيستر بتاع الدي دي ار 4. طبعا سواء دي دي ار 3 او دي دي ار 4 الاثنين اول تيستر لمجال صيانه اجهزه البي سي، بيعرض معاك الفولتيات وبيقيسها لك وبيعرض الباس لاين والمود كونفجريشن، ويعني 90% ده ما عداش على مجال صيانه اجهزه البي سي قبل كده. يعني هو كان في تيستر كده محدود لونه ابيض، ده كان بيعرض الاس بي دي اكتيفيتي، تمام؟ فالنوعية دي من التسترات يعني جديدة لسه على مجال البي سي، تمام كده؟ طيب بيعمل ايه التستر؟ بيقيس لك 6 فولتات رئيسية، الاس بي دي، البي بي بي، البي دي دي، البي تي تي، البي ريفرنس سي اي، وفولتية اشارة الريسيت. اي فولت فيه مشكلة بيعلم لك عليه بالابيض، طبعا هو ظاهر قدامك على الشاشة ولكن بيعلم لك عليه بالابيض، سواء هو اقل من الطبيعي او اعلى من الطبيعي. بوست اكتيفيتي دي الاس بي دي لاين اكتيفيتي، اي اكتيفيتي بين الرامات وبين البروسيسور، بين الرامات والسنسورات الداخليه او بالبروسيسور والسنسورات الداخليه او الخارجيه ليه، فبتظهر في المنطقه بتاعه البوست اكتيفيتي دي. الباص اكتيفيتي دي اللي تحت بيعرض لك فيها الباص الاونلاين، فتقدر تعرف ان البروسيسور بيتجاوب ولا لا، السنسورات بتتجاوب ولا لا، كل رام انت بتركبها بتاخد باص وبتتجاوب ولا لا، تمام كده؟ ده المود الاول. طبعا الزرار بتاع المود ده هنتكلم عليه، انا مش هتكلم بتفاصيل، يعني عايز تفاصيل اتفرج على تسترات فيديوهات تسترات اجهزه اللابتوب. بريك اوت بين اوت دي لو حابب انت يعني اعطال اكتر احترافيه، بتستخدم اوسيلوسكوب، فحطيت لك كل البيانات المهمه اللي بتتقاس بالاوسيلوسكوب، الايفنت والريس والكاس والرايت والكلوك انيبل 1 و0، هعمل لكم زوم عليهم دلوقتي.
جزء خاص بجمبرات، ده نفس برضو الجزء الخاص بجمبرات، فيه تيستر لابتوب هيعمل معاك بول ريسيت لإشارة الريسيت في حالة الفولتية بتاعتها فيها مشكلة، عايز تتأكد ده طبيعي ولا مش طبيعي، بتعمل بول ريسيت زي ما أنا هعمل دلوقتي. حطيت عازل على البنة الخاصة بالريسيت عشان نشوف التيستر هيتعامل معاها ازاي والجمبرات هتتعامل معاها ازاي. شغل كده زي ما احنا ملاحظين الريسيت فلوت، يعني الخط ده معزول. فالخط ده معزول، ده ممكن يكون طبيعي ببعض الاجهزة وممكن يكون مش طبيعي ببعض الاجهزة التانية بحسب البروسيسور. فكل اللي احنا بنعمله بنعمل بول ريسيت، لو الفولتية ظهرت يبقى الخط ده كده في مشكلة، فبنروح نتتبع المشكلة دي. بالنسبة للبريك اوت بوينت اللي موجودة دي انا حاططها عشان انت ما تروحش تبص على المخطط، يعني حتى الفولتيات اللي بيتم قياسها 6 فولتيات دول انا حاطط لك البنات بتاعتهم بحيث ان انت تقيس بين تو بين، فتقدر توصل للعنصر جنب بنك الرامات اللي بيتسبب المشكلة دي او واصل مع الخط ده وتقدر انت تتتبعه. لان انا عارف برضو قصة المخططات لاجهزة البي سي دي بقى مش احسن حاجة زي اجهزة اللابتوب. فهتلاقي بول ريسيت ده بيحقن لك فولتية الريسيت، الجنريت ريسيت ده بيحقن لك الفولتية وبيجنريت الاشارة. فتقدر ان انت برضو تتأكد لو في مشكلة مثلا في البروسيسور، في عدد البروسيسور، في بنك الرامة، اي حاجة بقى بتسبب عدم وصول الريسيت سيجنال للبنك. تمام، الجنريت اس بي دي او الجمبرين اللي في الاول دول، ده لو هتحط اكسترنال ابروم على التيستر في ظهر التيستر في مكان الاكسترنال ابروم فتاكت التيستر اكنه رامه، فتقدر انت تجنريت الاس بي دي ده عن طريق الاثنين جامبر. ده البريك اوت بوينت، الايفنت، الراس، الكاس، الرايت، الكلوك انيبل 0، كلوك انيبل 1، والبنات الخاصه بالفولتيات، والاي 0 والاي 1، وفي في سي في اس اس اللي هو الجراوند بتاع بنك الرامات. طيب الليد بتاع الفي سي سي ده بتاع الباور تيستر، الليد بتاع الريسيت ده بتاع شويه الريسيت سواء اكتف لو او اكتف هاي، هيعرض لك اكتيفيتي على الليد ده بحيث برضو ما تكونش فولتية بتتقاس، بس نتأكد برضو الإشارة سليمة. المود ده بيكاتش بعض الداتا وبيعرضها لك لما بتضغط عليه ضغطة مطولة كده، بيغير لك الشاشة، بيكاتش بعض الداتا، بيقول لك في كام باص اونلاين، بعد كده بيعرض لك في تمبريتشر سنسور ولا لا وعددهم والكونفجريشن بتاع البنك. واتكلمنا في النقطة دي بتاعت الكونفجريشن دي قبل كده، دي عشان نعرف الاعطال، نوعية الاعطال اللي بتيجي في بنك مش شغال، في بنكين مش شغالين مع بعض وهو كل واحد فيهم منفصل شغال وهكذا. كل دي مشاكل بتكون من الكونفجريشن، فبيعرض لك التيستر الكونفجريشن. الفي دي دي اللي ظهرت في الاخر دي فاضية، دي بيكاتش بعض الفاليو من الاس بي دي فريم وير من الرامة اللي راكبة، عشان كده ما ظهرتش. فانا حاليا ركبت رامة، فالمفروض يظهر لي في اخر شاشة دي الفولتية الخاصة بالرامة من الفريم وير. تمام كده، بص لما ركبت رامة اشارة الريسيت ظبطت والفولتية ظبطت، لان بعض الاجهزة اشارة الريسيت ما بتظهرش غير لما تركب رامة. خلينا نضغط على المود، لو نلاحظ هنا الباص زاد لان في رامة ركبت وعليها سنسورات، تمبريتشر برضو سنسور زادت، كونفجريشن هي هي. الفي دي دي بقى اللي في الاخر دي 1.20 فولت، دي اللي هي فولتية دي دي ار 4، دي جاية من الاس بي دي تشيب الخاصة بالرامة اللي راكبة. فبرضو التستر هيفيدك في انك تشيك على الفريم وير الخاص بالرامة. تمام كده، طيب ده كان فيديو سريع كده للدي دي ار 4 تيستر. انا نزلت زي ما قلت لكم فيديو دي دي ار 3 على القناة Unlisted، هحط اللينك بتاعه تحت كده في الوصف بتاع الفيديو ده، والفيديوهات دي هتلاقيها برضو على صفحة الفيسبوك. نشوفكم في فيديو تاني على خير بإذن الله.